أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة في تغطية خاصة لمباريات كأس العرب قطر 2021. والآن لنبدأ. يفتح استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان أبوابه لاستقبال أولى مواجهات دور ربع النهائي في كأس العرب 2021 بين المنتخب التونسي والمنتخب العماني. وقد حسم منتخب تونس تأهله إلى دور الربع النهائي بعدما خطف بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، في حين حصل منتخب عمان على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط. وفيما يلي إليكم موعد مباراة تونس وعمان في أولى مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2021، وذلك إن شاء الله يوم الجمعة الموافق لعشر ديسمبر 2021، وستقام على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان. وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت الدوحة والسعودية، 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات. وستنقل مباراة تونس وعمان على قناتي بين سبورتس HD1 و HD2 وبقناة صوتية واحدة، كما ستنقل على قناة الكأس القطرية. حظا موفقا للمنتخبين. تستعد مدينة الخور لاستقبال ثاني مواجهات الدور الربع النهائي في كأس العرب 2021 بين صاحب الضيافة منتخب قطر والمنتخب الإماراتي على استاد البيت في صدام آسيوي خليجي خالص. وقد تأهل منتخب قطر إلى الدور الربع النهائي بعدما حسم بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، في حين حصل منتخب الإمارات على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط. ويحين موعد مباراة قطر والإمارات في الربع النهائي من كأس العرب 2021، وذلك إن شاء الله يوم الجمعة الموافق لعشر ديسمبر 2021، وستقام على ملعب استاد البيت بمدينة الخور في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 ليلا بتوقيت الدوحة والسعودية، 11 ليلا بتوقيت أبوظبي، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر. وستنقل المباراة إن شاء الله على قناتي بين سبورتس HD1 و HD2 وبقناة صوتية واحدة، كما ستنقل على قناة الكأس القطرية. حظا موفقا للمنتخبين. حسم منتخب مصر صدارة مجموعته بعد التعادل الهام والصعب أمام نظيره الجزائري، ليحسم بطاقة التأهل في المركز الأول ليواجه المنتخب الأردني في مواجهة مرتقبة في ربع نهائي بطولة كأس العرب. وقد تصدرت مصر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الجزائر، وتفوقت مصر بفارق إنذارين وطرد. وسيواجه إن شاء الله المنتخب المصري نظيره الأردني مساء يوم السبت المقبل 11 ديسمبر 2021 ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا بقطر. ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد الجنوب في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت كل من مصر والأردن، 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وستبث منافسات كأس العرب على قناتي بين سبورتس 1 و2 بدون تشفير، وكذلك عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة. حظا موفقا للمنتخبين. يصطدم منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة بنظيره الجزائري وصيف المجموعة الرابعة في قمة ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، وذلك إن شاء الله يوم السبت الموافق للحادي عشر من ديسمبر 2021، وذلك على استاد الثمامة بمدينة الدوحة. وقد تصدر المنتخب المغربي مجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فلسطين والأردن والسعودية، فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا في المجموعة الرابعة بعد فوزه على السودان ولبنان وتعادله مع منتخب مصر. وحسمت قاعدة اللعب النظيف صدارة المجموعة لصالح منتخب مصر بعدما حصل منتخب الجزائر في مشواره بكأس العرب على بطاقتين صفراوين أكثر من منتخب الفراعنة بجانب بطاقة حمراء. وستنطلق صافرة بداية لقاء المغرب ضد الجزائر إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 ليلا بتوقيت السعودية، 11 ليلا بتوقيت الإمارات. وستبث منافسات كأس العرب عبر قناتي بين سبورتس 1 و2 بدون تشفير، وكذلك عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة. حظا موفقا للمنتخبين.
لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.